بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. هنتكلم ان شاء الله في سلسله الفيديوهات دي عن حاجه اسمها مالتي ثريدنج. مالتي ثريدنج باستخدام السي شارب او البارلل بروجرامنج. ايه هي مميزات المالتي ثريدنج وايه هي اللي ايه الحاجات اللي بتضيف على الابلكيشن وازاي البرفورمانس يقدر يتحسن بشكل كبير عن طريق ان احنا نبدا نستخدم كونسبت الكونكورنسي او المالتي ثريدنج. هنتكلم بالتفصيل ازاي الثريدز بتشتغل، ازاي كارت ثريد، ازاي اتابع الاستيتس بتاعته، اشوفه لايف ولا مش لايف، اخليه باك جراوند ولا فوق جراوند، ازاي اساين لي فانكشن، استنى مني امبت، كل التفاصيل اللي بتخص الثريدنج فروم سكراتش. وقبل ما ندخل في تفاصيل الكورس او هنبدا نشرح السلايدز، انا حابب انوه ان الريفرنس بتاعنا اللي احنا بنعتمد عليه في شرح الكورس ده بيعتمد على الثلاث كتب دول. اول كتاب اللي هو كونكورنسي ان سي شارب كوك بوك، تاني كتاب اللي هو برو سي شارب 10 ويز دوت نت 6، تالت كتاب اللي هو سي شارب 12 ان انا تشيل. دي الريسورسز اللي هيبقى السلايدز واخد منها حاجات يعني بشكل مبسط، بحيث ان انت لو حبيت ترجع او تشوف الحاجات دي موجوده فين هتلاقيها موجوده في واحد من الثلاث كتب دول.